تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر في غضون الأيام الأخيرة من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في نقل والإتجار الغير شرعي للمخدرات من نوع القنب الهندي. هذه المجموعة الإجرامية التي كانت تنشط على مستوى محور ولاية بجاية بالضبط بلدية القصور وكذا ولاية الجزائر على مستوى 4 بلديات، بلدية عين بنيان، بلدية الأبيار، بلدية عين ناجة وكذا بلدية برتوتة. هذه العملية النوعية أسفرت على حجز كمية معتبرة من نوع القنب الهندي الذي يفوت وزنها 10 كيلوغرامات، إضافة إلى توقيف أشخاص 4 أشخاص مكونين لهذه الجماعة مع حجز السيارة أو المركبة التي كانت تقل هذه السموم، إضافة إلى حجز مبلغ مالي مقدر ب 44 ألف دينار جزائري كعائدات بيع هذه السموم.